من الشبان وشبان الجزائر الذي يواصلون التألق في مختلف وشتى المجالات. الآن أعود قليلا إلى جيل الثمانينات، لأننا فعلا نملك أسماء يستحقون أكثر من تكريم وأكثر من اعتراف. من منا نسى أو ليتذكر المباراة الأسطورية للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الألماني؟ سنشاهد هذه بعض لقطات هذه المباراة، وبالأحرى هدفي المباراة، ومن خلال الهدفين ستكتشفون من سيكرم هذه الليلة معنا. يا سلام، هايلة، أبدع أبدع الثلاثي. الأهلي بيتقدم، يدخل عساد، صور جميلة.